أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي. وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية أن العدد الإجمالي للمصابين مستقر عند 1087 حالة موزعة كالتالي: 989 حالة شفاء، و49 حالة وفاة، و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة. في وينضم إلينا إطار عبر سكايب من تونس سليم مدد. الاجتماع الدوري اللي تقوم به اللجنة العلمية لوزارة الصحة مع السيد رئيس الحكومة، تم التطرق إلى الوضع الوبائي الحالي واللي يتميز خاصة بنجاح تونس في السيطرة على فيروس الكورونا. وكما تعرف الكل، احنا اليوم معنا حتى حالة مسجلة لا مستوردة ولا محلية، وهذا يمثل انتصار للشعب تونس والدولة التونسية على الفيروس هذايا. ينضم إلينا عبر سكايب من تونس سليم بن صالح، رئيس عمادة الأطباء التونسيين. سيد سليم، مرحبا بك. أولا يعني نبارك لكم هذا النجاح، 8 أيام دون إصابات، ونترحم على من مات، ونتمنى للمتبقين الصحة والشفاء بإذن الله. ولكن يعني هل يمكنك أن تخبرنا بمزيد من التفاصيل؟ ما هي الإجراءات المتبعة الآن؟ ما هي الإجراءات الطبية التي ساهمت في التحكم أو ربما السيطرة على الوباء؟ مساء الخير، شكرا على يعني المشاركة هذه في الجزيرة. أنا أولا نحب نقول أنه السيدة اللي كانت تتكلم تقول أنه حقيقتها لبسة بيضة، على خاطر إحنا مش في حالة يمكن فرح، في حالة حزن، هي لابسة بالأسود. أنا خوفتني، فهمت؟ لأنه الوضع طيب يعني في تونس بالنسبة للبلدان المجاورة والبلدان العربية الأخرى، وهذا ما نعرفوش احنا شو الأسباب يعني المناخية أو الصحية للشعب التونسي. ولكن أظن أهم شيء صار هو أنه تسكير الحدود في الوقت اللازم هو اللي كان يعني هذا يمكن من أكثر القرارات اللي هي سببت في هالشيء هذا. ولاحظنا أنه في رجوع بعض التوانسة اللي رجعوا على تونس من بعض البلدان الشقيقة ولا العربية، هما كانوا هما الحاملين يعني المدة الأخيرة هذه حاملين للكوفيد هذا، فهمت؟ فهذا يعني كل الاحتياطات أخذت يعني عشان نبعدهم، يعني نحطهم في الحجر الصحي ونعمل كل اللازم يعني للتوقي من تفشي هذا المرض. ويعني التستينج هو أهم شيء يمكن في الفرصة القادمة هلا، لأنه باش نفتح نعيد نفتح الحدود احنا في آخر الشهر هذايا. وأهم شيء هو يعني مواصلة يعني التقصي للمرض هذا بكل الإمكانيات، وأهم الإمكانيات هي الفحص يعني بالتست. طيب دكتور سليم، ما هي الإجراءات الطبية التي اعتمدتم عليها لمحاصرة هذه الحالات لضمان عدم انتشار الوباء داخل المجتمع التونسي، المتعلقة بإجراءات الحماية سواء للأطباء وسواء للمرضى، وأيضا الإجراءات الطبية بشكل عام في الأراضي التونسية؟ والله الإجراءات ما فيش إجراءات طبية يعني هامة، هو الوقاية أهم شيء، هو الوقاية يعني التباعد ما بين الناس، يعني هذا الوقاية بال يعني الكمامات، الحجر لكل الناس اللي كانوا بوزيتيف، يعني هذوما كلهم هو اللي سمح والانضباط يعني. لكن احنا لما في البيريود تبع الحجر الصحي لاحظنا بعض مناطق في تونس انه الحجر ما كانش يعني 100%، كان يمكن 40%. مش عارفين شو الاسباب اللي التوانسه يعني ما صار لهم اكثر اصابات من الدول الشقيقه، يعني زي المغرب او الجزائر يمكن يعملوا نفس الشيء هما. هذا يمكن بعد مدة طويلة نعرف شو الأسباب، هي أسباب جينية أو أسباب الله أعلم
أخرى خارج على نطاق نطاق ثاني. نعم، على أي حال دكتور سليم، نسأل الله الصحة والسلامة والعافية لجميع إخواننا وإخواتنا التونسيين والتونسيات. شكرا جزيلا لك دكتور سليم بن صالح رئيس عمادة الأطباء التونسيين، كنت معنا عبر سكايب من تونس، لك جزيل الشكر. طرحت روسيا اليوم دواء أن حصل على الموافقة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد مع تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد 500,000. وقال صندوق الثروة السيادية الروسي الذي دعم التجارب على الدواء ويملك حصة 50% في شركة كيمرر المصنعة له إن الشحنات الأولى من الدواء المضاد للفيروسات والذي يحمل اسم أفيافير وصلت لبعض المستشفيات والعيادات في أنحاء البلاد، وأقرت وزارة الصحة استخدام الدواء بموجب عملية خاصة سريعة، بينما لا تزال التجارب السريرية التي تجرى لفترة أقصر وبأعداد أقل من المتبع في دول أخرى جارية. ينضم إلينا عبر سكايب من موسكو الدكتور أنس مهيدات استشاري الغدد الصماء والسكري. دكتور أنس مرحبا بك. دكتور أنس، ما هي قصة هذا الدواء وما هي التجارب التي خضع لها خاصة في ظل قصر الوقت، وما هي مدى فعاليته؟ هو دواء أفيفافير، فعلا هو دواء الآن يستخدم في تجارب لعلاج فيروس كورونا، ولكن يعني هذا الدواء ليس كما يقول الجميع أنه دواء حديث أو مستحدث داخل روسيا، ولكن هذه يعني اللي هي التركيب الكيميائي فافيبافير هو دواء يعني ياباني كان يستخدم يعني أو تم إنتاجه في أواخر التسعينات، وكان يستخدم في 2014 لعلاج بعض حالات الإنفلونزا اللي يكون في عندها يعني ممانعة لأدوية ضد الإنفلونزا الأخرى. تم تحديث أو تطوير الدواء عن طريق شركة كيمرار وموازنة حكومية خاصة لهذا الدواء لاستعماله لعلاج كورونا داخل روسيا، ومش داخل روسيا يعني بالتحديد، هو أصلا تم استعماله تحت اسم أفيجان في اليابان وفي الصين في شهر 2 وشهر 3 2020، وفي نتائج يعني إيجابية كويسة يعني كانت أصلا موجودة في الصين قبل في مدينة ووهان قبل ما يتم استخدامه سريريا في روسيا. نعم دكتور أنس مهيدات استشاري الغدد الصماء والسكري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من موسكو، لك جزيل الشكر. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في إفريقيا، مشيرة إلى أن جنوب إفريقيا والجزائر والكاميرون هي بؤر انتشاره الرئيسية في القارة. وقالت ماتشيديسيو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا إن القارة ستشهد زيادة مضطردة في الحالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أن يتم وصلوا إلى لقاح. وشددت مويتي في بيان صحفي من مقر المنظمة في جنيف على ضرورة فرض إجراءات وقاية إجراءات قوية تتعلق بالصحة العامة في بؤر الانتشار الحالية، في إشارة إلى الدول الثلاث بالدرجة الأولى. ينضم إلينا عبر سكايب من لومبارديا دكتور عماد الجولاني طبيب القلب والأوعية الدموية في مستشفى بيرغامو لومبارديا. دكتور عماد الجولاني مرحبا بك. دكتور عماد، يعني إلى أي مدى يمكن فهم هذا البيان من جانب منظمة الصحة، ويعني ما هي الأسس التي بني عليها، خاصة أنه يعني واسمح لي أن أقول ذلك، منظمة الصحة مؤخرا أصبحت تخرج ببيانات ثم تعود عنها بعد فترة. طبعا يعني منظمة الصحة العالمية أصبحت عندها بعض التناقضات في بعض التعابير. طبعا نحن بالنسبة لإيطاليا قعدنا الآن يعني في المرحلة النهائية تقريبا نعد حالات الإصابات تصل إلى صفر تقريبا. هناك كثير من المستشفيات تحتفل ب يعني إنهاء الحالات الإصابات بشكل كبير بحيث أن لم يبقى حالة وبالتالي شفاء تام للحالات. الآن طبعا في أفريقيا يعني هناك تسارع في عدد الإصابات، هذا يعني ما صرحت به منظمة الصحة العالمية، ويعني هناك خطر في إحداث يعني في تصاعد الحالات بشكل كبير في أفريقيا، ضرر كبير على الجانب الاقتصادي التعليمي لأجيال القادمة. هناك يعني عدة مضار حول هذا. أما بالنسبة لأوروبا ف
فكما يعني أعلنت الدولة أنه من تاريخ 15 الشهر الحالي سوف تفتح الحدود الأوروبية وحدود سويسرا ومجموعة الشنغن، ومن 1/7 تقريبا سيكون هناك العودة إلى الحياة بشكل طبيعي، تفتح حتى تجاه كل الدول. طيب دكتور عماد، الوضع في إفريقيا، هل يعني من قراءتك ومن معاصرتك للتجربة في إيطاليا، هل هو يعني يستحق في هذه المرحلة أن نثير مزيد من القلق، خاصة أن منظمة الصحة كانت قد قالت سابقا مصر وضعها جيد وفحوصاتها جيدة، ولكننا اكتشفنا أن الوضع ليس كما قالت المنظمة؟ صحيح، وهذا الذي نخشاه، يعني أن هناك المعلومات الغير دقيقة التي تصدر عن منظمة الصحة العالمية حقيقة تضعنا في حرج في كثير من التناقضات. أفريقيا نحن نخشى يعني حقيقة الموجة الكبيرة في أفريقيا، هناك أكثر من 200,000 حالة يعني سجلت في 10 دول أفريقية، تقريبا 55,000 حالة فقط في جنوب أفريقيا. هذا يدل على أن هناك الجائحة تسير بشكل متسارع، وبالتالي تشكل خطر، أكثر من 5 حالات وفاة، وهذا يعني كما حدث في إيطاليا. فلذلك يعني المعلومات الحقيقة التي صدرت عن المنظمة الصحة العالمية غير دقيقة. نعم دكتور عماد الجولاني، طبيب القلب والأوعية الدموية في مستشفى برغامو البلومبارديا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من لومبارديا، لك جزيل الشكر.